النجاري. تحية إلى الجميع، الجميع الكريم. أشكر جميع أصدقائي إذا عودت للتقاء والاتصال بطنجة على الالتفات والمبادرة الرائعة. أرضي هذا التكريم لكل أساتذتي وكل زملائي في قناة ميديا أن تي في. أرضي أيضا لروح فقيد الثقافة محسن أخريف الذي توفي الأحد المنصرين، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يود الحضور لكن لظروف مهنية قاهرة منعتني دون ذلك. ظروف العمل متواصل في غرفة الأخبار التي يعرفها الكثير منكم. أرجو أن تعذروني على أن ألتقي في مناسبة أخرى وشكرا. شكرا لزملائكم الكرام والمشاركين والحضور، شكرا لكم جميعا. والآن تفضلوا إلى حفل الشاي. التكريم الأول للأستاذة الإعلامية لطيفة مروان من إذاعة 8 آن، أهلا وسهلا فيك. يسلمها شهادة التكريم الأستاذ عبد الحق الخان عضو المجلس الوطني للصحافة. عمل مدرسا بالريف ثم طهوان، ثم جذبته الاذاعه فترك مهنه التعليم ليعمل بالاذاعه المغربيه بالرباط ثم بالقسم العربي لاذاعه باريس. محمد بوعلاني الرجل الصحي صاحب الابتسامه الدائمه والروح الدعامه، عاش حياته بين الضفاف البحار والمجلدات الادبيه، كما انه يستحق بامتياز لقب سيد البحار في المغرب. فالرجل الذي توارى عن الانظار حاليا حقق معادلة صنع أي برامج ناجحة تقديم المعلومات المفيدة في قالب ترفيهي. من بين البرامج التي قدمها الإعلامي محمد بوعلاني للتلفزة المغربية نذكر منها مجلة البحر والمفاتيح السبعة ولو يحكي البحر. ويروى عنه نجله صالح البوعلاني، ويسلمه الجائزة الأستاذ عبد الباقي العاقل رئيس جمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة في طنجة. الأستاذ عبد السلام الشعباوي مواليد 1947، بدأ ممارسة العمل الصحفي عام 1975 كمراسل معتمد للجريدة الفي الرأي والعمل، كما ارتبط بمؤسسات إعلامية وطنية وجهوية ودولية، ويتحمل حاليا مسؤولية نائب رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة وعضو مكتب التنفيذي بين الصحافة ونائب رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، كما يتحمل أيضا مسؤوليات حقوقية ونقابية وبيئية وجمعوية، ودائما يتمنى إرشاد كل من يرى فيه فائدة من مجالات التخصصات ثالثة الذكر. ويسلمه الجائزة الأستاذ إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة. سي الشعباوي غني عن التعريف، مناضل بعد قبل ما يكون صحفي، مناضل كبير، صحفي كبير. هو لا تنطبق عليه الكلمه اللي قلت، لانه واحد عدد المنابر الوطنيه كانت عند مراسلين ما كانش كيقدموا الامور كما هو. هو دائما
يتابع المجريات ويتابع انشغالات المنطقة ويتابع أمور التي تقع بجهته. برافو عليك ومزيد من الصحة والعافية والتوفيق إن شاء الله. الأستاذ أحمد طارق موري أنجى 1937 سنة مهنية الإعلامية أمينة السوسي ولدت الصحفية الإذاعية أمينة السوسي سنة 1942 في حي المصلى بمدينة طنجة في فترة تاريخية كان فيها طنجة تحت الوصاية الدولية. بدأت علاقات أمينة السوسي بالميكروفون في سن مبكرة بعد أن أصبحت تتمتع بطلاقة الإنسان وكانت أول علاقة لها بإذاعة طنجة في فترة عيد العرش كانت كلفت بمهمة قراءة القصيدة الشعرية لاقت استحسان الحاضرين لتبدأ تردها على مقر إذاعة. قصتها الشخصية والحالية مع الميكروفون بدأت وهي طفلة حين كانت تقصد مقر إذاعة طنجة لأداء الأنشطة القومية كلما صدحت فرحة الشعب المغربي بالأعياد الوطنية، كما أنها دخلت إذاعة إفريقيا لأول مرة في حياتها لتلقي خطابا بمناسبة عيد عرش سيدي محمد بن يوسف. يسلمها الجائزة أو يسلمها الشهادة التكريمية والتقديرية الأستاذة منال الشهدي رئيسة مصلحة الدراسات وتنمية وسائل الاتصال المديرية الجهوية للاتصال. شكراً. ينوب عنها الإعلامي أحمد قاروق وسأعتذر عن الحضور بسبب طارئ صحي. شكرا جزيلا. كلفتني السيدة الإعلامية المتميزة أمينة السوسي التي سميتها دائما بسيدة الإعلام الوطني، كلفتني أن أنوب عنها لاستلام هذه الجائزة من جمعية أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال بطنجة. والواقع بالنسبة لأمينة وبالنسبة إلي فهذا الحدث هو تشريف كبير، حيث أنني في سنة 1958 بهذا
قمت بأول عمل صحفي وكان ذلك لحساب إذاعة أفريقيا بمناسبة انعقاد أول مؤتمر لاتحاد المغرب العربي الكبير، وكان ذلك بقصر مرشد في مدينة طنجة. هذا الحدث الذي أرجو من ساكنة طنجة أن تهتم به وأن تحييه كل سنة، لأنه كان الانطلاقة الأولى لبناء المغرب العربي الكبير. وشكرا لكم جميعا. الأستاذ عبد اللطيف بن يحيى يعتذر عن الحضور بسبب وفاة شقيقه، ويروى عنه الأستاذ خالد الشتبات، ويسلمه الجائزة الأستاذ عبد الملك العاقل رئيس جمعية أصدقاء الجامعة والتلفزة للثقافة والاتصال بطنجة. عثمان الجاري يقول: هذا العام 2019 أكملت 30 سنة من العمل الصحفي، البداية كانت عام 1989 التي اشتغلت فيها صحفياً. وخادمكم هدى وفقه، هذا مرجعنا فتح محمد بسيطة الصفاق سيد قدر كورهك إلى المغرب. شوية هدى عام ولك شوية سالينا وقوان. نرجع تكريم حاليا الأستاذ عثمان الرجالي يقول: هذا العام 2019 أكملت 30 سنة من العمل الصحفي، البداية كانت عام 1989 التي اشتغلت بها صحفيا بالتلفزة المغربية قبل الانتقال إلى إذاعة مليئة عام 1992، ثم بأنتربيسة في عام 2007 إلى أن تحولت إلى أنتربي عام 2010. في هذه التجربة المطولة تدرجت من صحفي خريج جامعة العالم للصحافة إلى مدير الأخبار في أنتربي حاليا، حاصل على دبلوم دراسات العليا في الصحافة بالرباط، وتتسلم الشهادة التقديرية نائبة مدير الأخبار السيدة فاطمة المبروكي. ومن أكثر من جائزة يسلمها بالنيابة الإعلامية بخلاص مدينة الدين.